يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على معلم الخير ومطمئن القلوب وشفيعنا يوم الحساب، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الكريم. بعد أن اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على استقرار المسلمين في مكة، رأى أن يبدأ في نشر الدعوة في القرى والمدن المجاورة بالشرح والتحليل والتفسير لكل من يجهل الإسلام. فأرسل رسول الله خالد بن الوليد ليقوم بهذه المهمة في بني جذيمة ويكون داعيا لهم للدخول في الإسلام. يا خالد بن الوليد، هات ما عندك، رسول الله أرسلني في طلبك. هيا بنا. طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد أن يذهب في سرية سلمية إلى بني جذيمة يدعوهم للإسلام ويشرح أركانه لمن يجهله منهم. فداك نفسي وأهلي يا رسول الله. يا ابن الوليد، أرسلك رسول الله داعيا، فتذكر ذلك جيدا. لما قلت هذا يا رجل؟ أتراني مغيب العقل حتى أنسى ما خرجت من أجله؟ وإن نسيت كيف أنسى ما أمرني به رسول الله؟ لم يكن هذا مقصدي يا خالد، وإنما خشيت أن يلوح في رأسك فعلة بني جزيمة مع عمك الفاكه بن المغيرة. وكان الفاكه بن المغيرة عم خالد بن الوليد قد خرج في تجارة إلى اليمن مع بعض الرجال، منهم عوف بن عبد عوف وابنه عبد الرحمن وغيرهم، وكان معهم رجل من بني جذيمة. واللات والعزة، إنا قد ربحنا ما لم نربحه منذ سنين. حمداً للآلهة.
خذ يا رجل، هذا نصيبك. أشعر أني لن أصل إلى أهلي من بني جذيمة يا ابن المغيرة. ماذا تقول يا رجل؟ إنك على خير ما يرام. اقترب الأجل يا رجل، يبدو أنني سأموت الآن. اسمع اسمع يا فاكه، أعطي نصيبي من الربح إلى أهلي في بني جذيمة. مات الرجل الجذيمي، فقرر الفاكه بن المغيرة وأصحابه العودة إلى بني جذيمة لتوصيل تركة الرجل إلى ورثته. وحينما اقترب الجمع من بني جذيمة، خرج عليهم مجموعة من رجال بني جذيمة على رأسهم خالد بن هشام. من تقصدون في بني جذيمة؟ وما شأنك أنت يا رجل؟ تكلم يا رجل، وإلا قطعت رأسك أنت ومن معك. كنا في تجارة مع رجل من بني جذيمة. وأين هو؟ مات وقد ربحت تجارته، وجئنا بتركته لأهله. أعرف ذلك الرجل، لقد خرج بمال للتجارة معكم، أليس صحيحاً؟ نعم، لا بلى، هذا صحيح. أعطني المال يا رجل، تكون قد وفيت الدين وأعدت الحق لأصحابه. أجننت يا رجل؟ تأخذ مال رجل من أهلك وتحرم أهله من تركته؟ بل هي تركتي وحقي، فأنا من أهله والمال مالي. والله لن تأخذه إلا على جثثنا. إذن كما شئت، خذ. فيقتل خالد بن هشام كلا من الفاكه بن المغيرة، عم خالد بن الوليد، وعوف بن عبد عوف، ويأخذ أموالهم. تذكر خالد قصة عمه الفاكه بن المغيرة، لكنه يعلم أن الوضع تغير، وأنه الآن مسلم مسالم، وقد غسل قلبه الإيمان من كل غل وحقد على أحد. لا والله يا أخي، وإن تذكرت عمي فإن الله ورسوله يملأان قلبي بنور الإيمان، فقد جئنا بأمر رسول الله داعينا إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك يا خالد. يا قوم، يا قوم، أرسل إليكم محمد يغزوكم. إنه خالد بن الوليد، جاء غازيا، وإن لم نسلم له سوف يقتلنا. وقد علمتم قوة محمد وأتباعه بعدما فتح مكة. واللاتي إن استسلمنا لهم لاصرونا ثم قتلونا، فلنخرج لهم ونقاتلهم. جئت تغزونا يا خالد وتقتل منا كما فعلتم بمكة وأهلها؟ والله ما فعلنا، بل دخلنا مكة بسلام آمنين، وقد أسلم أهلها بعدما عفى عنهم رسول الله رغم كل ما أصابه منهم. لماذا جئت إذن؟
جئنا ندعوكم للإسلام ونشرح لكم ما هو الإسلام وأركانه. لا نريدك ولا نريد إسلامك يا خالد. اهدأ يا جحدم، اهدأ واغمد سيفك، إنه خالد وقد جاء إلينا داعيا لا غازيا. ويل لنا بني جثيمة، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق. والله لا أضع سلاحي أبدا. والله يا هذا ما أتركك بعد أن أهنت الإسلام. ظن خالد أن بني جذيمة قد أهانوا الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا، وهو رجل عسكري لا يقبل الإهانة، وبخاصة إن كانت موجهة إلى الإسلام. فقام خالد بتكتيفهم وأسرهم، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، لقد أسر خالد رجالا من بني جذيمة وقام بوضعهم في الأغلال. حزن رسول الله حزنا شديدا على ما فعله خالد، وبعث بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يفك أسرهم ويعوضهم عما لحق بهم من أذى، وقال له: يا علي، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. ذهب علي بن أبي طالب لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي الكريم ورفع يديه إلى السماء يتبرأ من فعلة خالد، حيث قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. حبيبي يا رسول الله، يدفع الأذى حتى عن أعدائه ويرسل إليهم يسترضيهم، وهو بذلك يعلمنا كيف تكون الرحمة وكيف يرد المخطئ وإن كان خالد بن الوليد، وكيف يعوض المظلوم وإن لم يكن مسلما، صلى الله عليه وسلم. ومن القصص النبوي، أتعلم أن بدرا كانت درسا في كل شيء؟ وسأروي لك هذا الموقف. وقد كان من الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يفرق بينهما، إلا أن الإسلام نزل وفرق بينهما، وخرج أبو العاص في بدر ووقع أسيرا. روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين تزوجها. قالت: فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وبكى وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله.
يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معينا يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينا وصلت رسالتك يا نبي يا رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة